بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة طلابتنا الأعزاء. محاضرة اليوم تخص مادة الـ Fundamental of Computer Network. طبعا محاضرة اليوم راح نتطرق من للـ OSI Model Part 3. احنا تطرقنا بالمحاضرة السابقة لبعض الليارات، فاليوم راح نوصل وصلنا من اللاير اللي هو السيشن لاير. فبهاي المحاضرة راح نتطرق او نذكر شنو السيشن لاير، البرزنتيشن لاير، الابلكيشن لاير، والتي سي بي اي بي موديل. فمثل ما ذكرنا او تطرقنا لباقي اللايرات، فعندي اللاير الخامس اللي هو السيشن لاير. فالسيشن لاير اللي هو لازم نعرف شنو الفانكشن الخاصه بمن بهذا اللاير. فاول شيء اللي هو provide mechanism for managing dialogue between end user application process، اللي هو شنو هنا يوفر لي ميكانيزم على مش يدير لي الدايلوج بين من، او الحوار اللي راح يكون بين من، بين الاند يوزر ابلكيشن بروسيس، بين الاند يوزر ابلكيشن بروسيس. طبعا يكون هو مسؤول عن شنو اللي هو يستجيب، او العفو يستجيب من تو سيرفيس ريكويست. مين هاي سيرفيس ريكويست اللي جايتني مين من اللاير اللي قبله اللي هو البرزنتيشن لاير. وبعدين شو يسوي؟ يصدر هذا الريكويست او يحول هذا الريكويست من للاير اللي بعده اللي هو الترانسبورت لاير. لان قبل السيشن لاير اكو لاير ذكرناه بالمحاضره السابقه اللي هو البرزنتيشن لاير. فهذا السيشن لاير او هذا اللاير اللي دا نتحدث عنه ان يكون اللي هو شو يسوي، يستجيب ان من للسيرفيس ريكويست. للسيرفيس ريكويست مين؟ من للسيرفيس ريكويست اللي جايتني مين من اللاير اللي قبل اللي هو البرزنتيشن لاير، اللي هو البرزنتيشن لاير. وبعد شنو انا بعدين راح يسوي؟ راح يصدر هذا الريكويست ان من اللاير اللي بعده. يعني طبعا كل لاير من اللايرات اللي ذكرناهن راح يكون كل لاير عند حلقه توصل بين اللاير اللي قبله واللاير اللي بعده. فالاستجابة يكون من البرزنتيشن من الترانسبورت. طبعا اللي هو يدعم لي عمليتين اللي هي الدوبلكس والهالف دوبلكس اوبريشن، اللي هن تو اوبريشن يدعمها اللي هي الدوبلكس والهالف دوبلكس. طبعا السيشن لاير اللي هو هاندل ذا اكسشينج اوف انفورميشن تو انيشيت دايلوج، اللي هو مهمته بانه يسوي هاندل من البيانات اللي تتبدل بين اللي تبدل على مود. شو يسوي هنا؟ على مود يسوي انيشيت دايلوج، على مود ينشئ حوار. اند كيب ذيم اكتف، ويخليهم شنو هنا يكون؟ يخليهم يعني اكتف فعال. اند ريستارت سيشن ذات ار disrupted or idle for long period of time. هذا طبعا اللي هو الوظيفة العامة الخاصة بمن بهذا اللاير. فطلابنا من تريد تقرأ هذا السلايد لازم شي تركز، لازم تركز على الفاكشن مال اللاير نفسه. الفاكشن مال اللاير اول شي هسه هنا أنا يوفر لي ميكانيزم. هاي الميكانيزم لازم تعرف شنو هاي الميكانيزم، شو تسوي؟ تسوي لي مانج او مانجينج دايلوج اللي يدير الحوار بين اند يوزر ابلكيشن بروسيس. لازم تعرف من الوظائف اللي يقوم بها هذا اللاير اللي هو يستجيب اما للسيرفيس ريكويست، المين يا سيرفيس ريكويست جاي من البرزنتيشن لاير، ويسوي له ايشو اما للريكويست، ايشوز ريكويست اما للاير اللي بعده اللي هو ترانسبورت. لازم تعرف بانه هو يدعم لي عمليتين اللي هي الدوبلكس والهاف دوبلكس، ويكون مسؤول عمن او يكون السيشن لاير هاندل او هنا اللي هاندل اما الاكسشينج اوف انفورميشن، على مود شو يسوي؟ على مود هنا انيشيت دايلوجز اند كيب ذيم اكتف، بالاضافه الى ذلك ريستارت سيشن ذات ار ايدل اور فور لونج بيرود اوف تايم. زين السيشن لاير يشمل لي، السيشن لاير يشمل الدايلوج كنترول والسينكرونايزيشن. شنو الدايلوج كنترول؟ الدايلوج كنترول اللي هو نقصد به هنا عندي الاستابليش
اللي مانج اند ترمينيت ديسيشن بتوين من بتوين لوكال اند ريموت ابلكيشن. شو معناها هذه؟ معناها الدايركت كنترول اللي هو اي عمليه الاستابليشمنت وعمليه الترمينيت اللي هو يعني عمليه تاسيس السيشن وعمليه انهاء السيشن بين اللوكال يعني والريموت يعني بين الكمبيوتر الكلاينت والسيرفر. زين السيكرونايزيشن اللي هو شنو هنا التشيك بوينت. التشيك بوينت اللي هي نقصد بها الاد سيكرونايزيشن وتشيك بوينت تو داتا ستريم. يضيف لي شنو هنا؟ يضيف تشيك بوينت متزامنه اما للداتا ستريم اما الداتا اللي قاعد تقل على شكل ستريم على مود شنو هنا؟ على مود يتاكد او تو انشور ذا سيشن از ستيل اكتف على مود يتاكد بانه هذا السيشن الباقي هو فعال. ف السيشن لاير من ضمن الفانكشنز اللي هو نقول بانه اللي هو يشمل لي شنو الفانكشنات تشمل اللي هو اللي هو انا ذكرنا بانه هاندل ذا اكسشينج فورميشن. هاي شنو الهاندل اكسشينج فورميشن تشمل لي؟ تشمل لي ذن النقطتين. زين اللاير اللي بعده اللي هو البرزنتيشن لاير اللي هو ريليفز application layer from concern regarding syntactical difference in the data representation with the end user system. مثل ما كمثال اللي هو يشمل شنو هو it is concerned with the syntax and semantic. طبعا syntax semantic هسه نذكرها شنو نقصد به. مال منو؟ مال البيانات اللي راح يكون بينها اكسشينج. طبعا مثل ما قلنا باللاير السابق وانه هو يستجيب ايمن يستجيب هنا للسيرفيس ريكويست. كل لاير يستجيب للسيرفيس ريكويست بس هنا الاستجابه مال السيرفيس ريكويست من الابلكيشن لاير. وبعدين وين يوصلها او وين يصدر هذا الريكويست ايمن للسيشن لاير. هذا البرزنتيشن لاير. عندي هنا البرزنتيشن لاير يشمل الداتا كوميونيكيشن داتا ترانسليشن داتا انكريبشن وداتا كومبريشن. داتا ترانسليشن وداتا انكريبشن داتا كومبريشن. الداتا ترانسليشن شنو هنا؟ ترانسليشن عفوا الداتا ترانسليشن يقصد بها بانه يكون هو هنا مسؤول اللي هو ريسبونسبل فور ذا انتروبرايتابيلتي اوف ذا ديفرنت انكودينج تكنيك يوز باي ذا ديفرنت هوست. اللي هو يكون مسؤول عن الانترو probability the interoperability of different encoding techniques. اللي هو يكون مسؤول عن اكو عندي بالديتا ترانسليشن اكو مجموعه تكنيكس. هاي التكنيكس اللي هي شنو هنا تحتوي عليها اللي هي مثال عليها اللي هي الانكودينج تكنيكس على مود اللي هو تستخدم بواسطه عده هوستات. طبعا الديتا انكريبشن نقصد بها الانكريبشن اللي هو تشفير البيانات طبعا هناك ترجمة بيانات هنا تشفير البيانات اللي هنا encryption of data يعني تشفير البيانات for transmission تشفير البيانات اللي هي راح تنتقل and decrypt of data بالإضافة إلى ذلك يكون مسؤول هذا presentation طبعا مسؤول عن اللي هو decryption فك تشفير البيانات من توصل المن للdestination أو للوجهة اللي راح ننزلها البيانات. data compression الداتا كومبريشن نقصد بها ضغط البيانات. ضغط البيانات اللي هو كومبريشن اوف داتا ضغط البيانات ان ماينر ذات كان بي ديكومبريس يعني بحيث ممكن يفك ضغطها بواسطه الديستنيشن ديفايس يعني بواسطه الجهاز اللي تجي هاي البيانات. فاكو عندي مفهومين اللي هو سينتاكس والسيمانتيك. السينتاكس اللي هو نقصد به ستراكشر او ممكن نسميه الفورمات اوف داتا يعني نقصد به اللي هو تنسيق البيانات مع تنسيق البيانات. طبعا بينما السيمانتكس اللي هو شنو يعني لي بانه ذا مينينج اوف ايتش سكشن اوف بيتس اللي هو معنى كل بيت او كل جزء من ايتش سكشن اوف بيتس اللي هو كل جزء من البتات يعني كل مجموعة بتات راح تمثل لي فد معنى معين. فالسيمانتيك هذا نقصد به اللي هو how the pattern of bit is meant to be interpreted اللي هو شلون كل مجموعة او كل pattern كامل اللي هو شنو هنا أجزاء 100
من البتات راح شلون راح هنا راح يعني تترجم او تفسر، بينما السنتاكس اللي هو شنو هو الاوردر ان ويز دي ار ريبريزنتد اللي هو شنو هنا شلون راح تتمثل، اللي مثال عليها اللي هو اكسبكت ذات ذا فيرست 8 بت ار ذا سندر ادريس، اللي هو مثلا عندي بيانات منتقله اللي هو هنا شي يفسر لي يفسر اول 8 بتات مثلا ممكن تكون شنو هو السندر ادريس اللي هو الادريس مال من مال السندر، ان سكند 8 بت اللي هو شنو الريسيفر ادريس تعني اللي شنو هنا مثلا هي من متكونه من 16 بت، اول 8 بتات هذه شنو هي اللي هي السندر ادريس، وال 8 بتات الثانيه اللي هي الريسيفر ادريس، فهذا نقصد به السنتاكس والسيمانتيك ذكرناه. فهذا اللاير اللي هو concerned with 3 اللي هو data translation و data encryption و data compression، فكل واحدة معتين لازم تعرف شنو نقصد بها، شنو نقصد بال data translation، شنو نقصد بال data encryption، شنو نقصد بال data compression. ال data translation قلنا بأنه اللي هو responsible for the interoperability of different encoding techniques، هنا أنا اللي هو اللي العلاقة بال encryption of data والديكريبشن اوف داتا اللي هو شنو هنا الانكريبشن اوف داتا فور ترانسميشن اند ديكريبشن اوف داتا ابون ريسيف ذا ديستنيشن. الداتا كومبريشن اللي هو له علاقه بما ضغط البيانات وفق ضغطها وين بالديستنيشن. زين الابلكيشن لاير طبعا هذا اللاير اللي هو يعتبر اللاير السابع الابلكيشن لاير من اسمه اللي هو بهم مجموعه فانكشنات اللي هي هذا اللاير يكون قريب من اليوزر، يعني اكثر لاير نقدر نتعامل وياه احنا بالنتورك هو الابلكيشن لاير. ليش شيء مثل لي مثل لي الانترفيس اللي هو ات انترفيسز دايركتلي تو ان بيرفورم كومن ابلكيشن اللي هو الواجهه المباشره على مو شنو هنا أنا على مود ننجز كومن اللي هو ننجز كومن ابلكيشن سيرفيس اللي هو ينجز لي بعض الخدمات او تطبيق خدمات التطبيقات الشائعة for application process. طبعا ال HU service request to the presentation layer اللي هو شنو هنا انا اكو عندي همات service request اللي هو يصدر بيها من ال presentation layer specific service provided. طبعا ال service اللي حددها اللي يوفرها هذا layer بالتحديد اللي هو Network Virtual Terminal والFile Transfer Access and Management Mail Service Directory Service. طبعا أقرب مثال لكم اللي هو Mail Service. Mail Service وين موجود؟ موجود بالابليكيشن لير اللي هو Mail Service اللي هي خدمة الميل اللي هو الإيميل اللي هو مثل ما موجود مثل جيميل أو الياهو. هاي الخدمة أكو خدمة Mail Service وبيها مجموعة بروتوكولات خاصة بها، طبعا كل سيرفيس بيها بروتوكول معين، فهذا يعتبر كمثال عن امن على الابلكيشن لاير. طبعا الابلكيشن لاير او البروتوكولات اللي موجوده بالابلكيشن لاير اللي هو الاتش تي تي بي والاتش تي تي بي اس والاف تي بي والتلنت، ذني بروتوكولات من ضمن الابلكيشن لاير. عندي هنا اكو في شيء اسمه تي سي بي اي بي اللي هو تي سي بي اي بي اللي هن شنو هنا بروتوكولز. هاي التي سي بي اي بي يتضمن اربع ليارات، يعني نفسه هو تي سي بي اي بي يحتوي على من على اربع ليارات. الابلكيشن لاير او التي سي بي اي بي موديل ريبريزنت ذا 3 توب موست لاير اوف او اس اي موديل. طبعا اكو ثلاث ليارات من الاو اس اي هي يغطيها من هو تي سي بي اي بي. فالنتورك اكسس لاير اللي هو الابلكيشن لاير والنتورك اكسس لاير والفيزيكال لاير والديتا لينك لاير. النتورك اكسس لاير اللي هو كان بي ديفايدد انتو ديتا لينك لاير اند فيزيكال لاير. النتورك ممكن ينقسم من الى ديتا لينك لاير وفيزيكال لاير. الفيزيكال لاير از كونسرن اللي هو شنو يكون يهتم بشنو هنا انا وذ ذا كيبلز اللي هو يعني بالفيزيكال لاير من اسمه اللي هو يعني اللي العلاقه بالكيبلات بالاجهزه اللي هو مثال عليها مثلا الكيبلز اللي هي تويستد كبير الفايبر الوايرلس الى اخره، ذن كلهم من ضمن شنو هو من ضمن الفيزيكال لاير. الداتا لينك مثل ما ذكرنا طبعا بالتفصيل احنا بمحاضره الخاصه بمن بهذا اللاير.
الداتا لينك لاير كان بي سب ديفايدد انتو ال ال سي وال ام اي سي اللي هو الماك. طبعا هذا اللاير اللي هو علاقه بمين؟ بالماك او ال ال سي. اللي هو هنا عندي مثلا الابلكيشن لاير، الابلكيشن لاير اللي هو بالنسبه لمن التي سي بي اي بي اللي هو طبعا تي سي بي اي بي اللي هي نقدر نصنف على هذا الاساس. هذين اللايرات الابلكيشن لاير والبرزنتيشن لاير والسيشن لاير هذين يكونوا من ضمن الابلكيشن لاير. اما الترانسبورت لاير اللي هو نفس الترانسبورت لاير بالنسبه للتي سي بي اي بي، النتورك لاير اللي هو الانترنت لاير، والداتا لينك لاير والفيزيكال لاير ذني من ضمن شنو هو النتورك اكسس لاير. هاي بالنسبه لي من التي سي بي، هاي او اس اي، هذا التي سي بي اي بي موديل. زين، ممكن بهذا المثال يكون اوضح. فالاو اس اي لاير اللي هن ذني فيزيكال، الداتا لينك لاير، النتورك لاير، الترانسبورت لاير، السيشن والبرزنتيشن، الابلكيشن لاير، اللي هن ذني سبع ليارات خاصات بما بالاو اس اي لاير. الليرات اللي قابلينهم بالتي سي بي اي بي، شوف التي سي بي اي بي شيء اخر بالنسبه للليرات الثلاثه، الابلكيشن برزنتيشن سيشن، اللي هن من ضمن من ضمن الابلكيشن لاير. الابلكيشن لاير مثلا كمثال على الدي ان اس، الاف تي بي، الترنت، الاس ام تي بي، هذا كلهم من ضمن من ضمن الابلكيشن لاير اللي هو يكون شنو وين موجود بالتي سي بي اي بي. فذني كلهم يمثلن للابلكيشن لاير بالتي سي اي بي. اما الترانسبورت اللي هو شنو ترانسبورت اللي هو من ضمن التي سي بي يو دي بي كمثال عليه، اللي هو تي سي بي بروتوكول ويو دي بي بروتوكول. النتورك اللي هو كمثال عليه بالتي سي بي اي بي اللي هو الاي بي ادريس، البروتوكولات الخاصه بالراوتنج اللي هو الاو اس بي اف، الدي اس سي بي، الاي سي ام بي، الاي جي ام بي. الداتا لينك لاير والفيزيكال لاير اللي هو لاور ليفل فندر امبلمنتيشن مع منهم بالتي سي بي اي بي. فهذا نقصد باللايرات الخاصه بما بالتي سي بي اي بي ومقارنتها ياما ويا الاو اس اي موديل. زين، هنا الابلكيشن لاير اللي موجود اللي هو لاير 4 وين بالتي سي بي اي بي، اللي هو الابلكيشن لاير ان كومباسز ذا فانكشن اوف ذا، اللي هو شنو هنا هذا اللاير يشمل شنو هو الفاكشنات اللي هي شنو هي الابلكيشن البرزنتيشن، يعني الفاكشنات ما من هو مال الابلكيشن لاير ومال البرزنتيشن لاير ومال السيشن لاير، مال اللي موجودات وين؟ اللي موجودات بالاو اس اي موديل. الاكزامبل كمثال عليه الابلكيشن لاير اللي موجود بالتي سي بي اي بي اللي هو الاف تي بي، التيلنت، الان اف اس والاس ام تي بي، هذني بروتوكولات. فهنا أنا عندي مثلا اللاير الثالث اللي هو ترانسبورت لاير. ترانسبورت لاير اللي هو بعض الاحيان شو نسميه هوست تو هوست، اللي هو ياخذ شنو هنا الداتا من الابلكيشن لاير. شو يوفر لي؟ يوفر لي ابلكيشن ايدنتيفيكيشن الخاص بمن بالهوست اللي هي البورتات اللي موجوده عندي. البروتوكولز يوز ار ذيس لاير، البروتوكولات اللي تستخدم بهذا اللاير اللي هو شنو عندي هنا أنا. عندي مثلا البروتوكول اللي التي سي بي اللي هو شنو هو الخاف 21 تي سي بي اللي هو ترانسميشن كنترول بروتوكول، يو دي بي اللي هو يوزر داتاجرام بروتوكول. فهنا بهالسلايد من تريد تقرا نفس الحاله، تقرا بانه الابلكيشن لاير اللي موجود بالتي سي بي شو يشمل لي الابلكيشن لاير بالتي سي بي. خاف يسالك شنو الابلكيشن لاير بالتي سي بي شو يشمل لي؟ يقول لي يشمل لي اللي هو الابلكيشن والبرزنتيشن والسيشن لايرز اللي موجودات بمن بالاو اس اي، يعني الفاكشنات مال هاي اللايرات اللي موجودات بالاو اس اي هو يشملهن هذا الابلكيشن لاير. كمثال على الابلكيشن او اكزامبل اوف ابلكيشن اوف فاكشن اذر ابلكيشن لاير الموجود بالتي سي بي اي بي اللي هو التيلنت، الاف تي بي، الدي ان اس، الان اف اس والاس ام تي بي. من نجي للترانسبورت لاير، ترانسبورت لاير لازم تعرف شو اكو اسم له ثاني اللي هو هوست تو هوست، اللي هو شو يسوي هنا؟ أنا ياخذ البيانات مين ياخذها من الابلكيشن لاير. لازم تعرف بانه هو شو يوفر لي ايدنتيفيكيشن مال بالهوست، اللي هو شنو نقصد بيه الابلكيشن ايدنتيفيكيشن اللي هي البورتات نفسها نقصد بيها. هذه البروتوكولات اللي تستخدم بهذا اللاير الترانسبورت لاير اللي موجود بالتي سي بي اي بي، ياهن اللي هو التي سي بي واليو دي بي. شنو التي سي بي؟ اللي هو ترانسميشن كنترول بروتوكول. شنو اليو دي بي؟ اللي هو اليوزر داتا جرام بروتوكول. هاي بالنسبه لمن؟ بالتي سي بي اي بي اللي هو اللاير الثالث. اللاير الثاني الانترنت لاير اللي هو اللي موجود يعتبر لاير من ليارات التي سي بي او نسميه تي سي بي اي بي انترنت لاير. طبعا هاي شو يوفر لي؟ يوفر لي الراوتنج اوف داتا.
الراوتينج اوف داتا فروم سورس تو ديستنيشن، يعني بيانات شلون راح تنتقل او شلون يكون الباث مالتها من السورس للديستنيشن، والسورس نقصد بيه اللي هو المرسل والديستنيشن اللي هو اللي راح يستلم هاي البيانات. طبعا it is responsible for هذا اللاير الموجود بالتي سي بي اي بي اللي هو تي سي بي اي بي بالانترنت بروتوكول لاير، اللي هو اللاير الثاني بالتي سي بي اي بي موديل، اللي هو يكون مسؤول عن شنو؟ defining the bucket and addressing scheme، اللي هو يعرف لي الباكيت ويعرف لي شنو هو الادريسنج سكيم، السكيم الخاصه بما بالادريسنج. moving يكون مسؤول عن من؟ عن moving data between the data link and transport layer، مسؤول عن من؟ عن نقل بيانات او بين من؟ بين الداتا لينك والترانسبورت لايرز. اللي هو الراوتينج باكيتس، اللي هو الباكيتات الخاصه بما بالراوتينج مال الباكيت اوف داتا الخاصه بالراوتينج تو ريموت ديفايس، اللي هو بيرفورم فريجمنتيشن اند ريأسامبلينج اوف داتا باكيت، اللي هو مسؤول عن من؟ عن الفريجمنتيشن والريأسامبلينج مال منو؟ مال الداتا باكيت. بعد شنو عندي بهذا اللاير؟ uses the internet protocol for addressing، يستخدم انترنت البروتوكول اللي هو الاي بي على مود شنو هنا يستخدمها؟ شنو الغايه من عنده؟ الغايه من عنده عم يسوي هنا ادريسنج. فالبروتوكول ار ذيس لاير، البروتوكولات اللي موجوده بهذا اللاير اللي هو اللاير الثاني اللي هو تي سي بي اي بي انترنت لاير، شنو البروتوكول خاف اسالك عليهم؟ اللي بي انه هو الاي بي اللي هو انترنت بروتوكول، اي سي ام بي اللي هو انترنت كنترول مسج بروتوكول، اي اي ار بي اللي هو ادريسنج ريزوليوشن بروتوكول. طبعا هذين البروتوكولات شنو فائدتهن؟ فائدتهن اللي هو allows the internet layer to learn، تفيد من؟ تفيد يسمح لمن؟ الانترنت لاير او يسمح لهذا اللاير 2 عم شنو هنا؟ to learn the physical address، عم يعرف شنو هنا الفيزيكال ادريس، الفيزيكال ادريس مال الجهاز اللي راح يدز بيانات of host to send data، مال الهوست نفسه عم يرسل بيانات. فهذه الفحوى هذا السلايد. من نجي هنا النيتورك اكسس لاير اللي هو اللاير الاول الموجود وين؟ بالتي سي بي اي بي، اللي هو it encompasses the function of data link layer, data link and physical layer. اكو عندي لايرين موجودات وين؟ بالاو اس اي موديل، اللي هو عندي او اس اي موديل بي سبع لايرات، اكو بي لايرين اللي هو data link layer والفيزيكال لاير، اللي هن شنو هو هذا؟ الوظائف مال هذا اللايرين اللي موجودات في او اس اي يكون من ضمن وظائف هذا اللاير. فالكوميونيكيشن بتوين فيزيكال انترفيس اكور ات ذيس لاير، الاتصال بين الفيزيكال انترفيس او بين اللي هو الانترفيس الخاص بمن؟ بالاجهزه، راح وين يحدث؟ يحدث بهذا اللاير اللي موجود بالتي سي بي اي بي. النيتورك اكسس لاير define اللي هو details، اللي هو شنو هنا أنا شو أعرف لي هذا، أو مو معناها شنو تعريفها، شو أعرف لي هذا layer. network access layer اللي هو موجود اللي هو هذا نفسه اللي هو مال TCP/IP يعرف لي details، يعني يعرفني على details أو how of how data is physically sent، شلون البيانات راح ترسل physically، يعني من الجهاز شلون الجهاز راح يرسل بيانات. send through the network على مود يرسلها عبر من؟ عبر النتورك. including شو الضمن لي هذا؟ يضمن لي شلون البيتس ار electrically or optically اللي هو signaled by hardware device، يعني راويني بانه شلون هاي البتات راح تتحول الى اشارات بصوره اللي هو اما بصوره الكترونيه او صوره اوبتيكاليه اللي هو باي هاردوير ديفايس، شلون هاي البتات بواسطه هاردوير ديفايس راح تحول الى اشارات. ذات انترفيس دايركتلي وذ ذا نتورك ميديوم، اللي راح يكون شنو هنا؟ راح يكون مباشره او انترفيس بصوره مباشره ويا من؟ ويا النتورك ميديوم، اللي هو مثل ما شنو النتورك ميديوم نقصد بيها؟ اللي هو كوكسل كيبل او الاوبتيكال فايبر او تويستد بير اللي هو كوبر واير، اللي هن ذني كيبلات اللي هي انواع كيبلات. فاكزامبل على من؟ على النتورك اكسس لاير اللي هو الايثرنت، التوكن رينج، الاي تي ام، الاف دي دي اي، والاكس بوينت 25، والفريم ريلي الى اخره. هذني كامثله على من؟ على النتورك لاير اللي موجود وين، او النتورك اكسس لاير اللي موجود وين بالتي سي بي اي بي. ذا موست بوبولار اللي هو اللان اركيتكتشر، اللي هو من ال among those listed above is ethernet. اللان يعتبر او معماريه اللان
تعتبر من الامور الشائعه بالنتورك اكسس لاير اللي هو يمثل لي شنو هو الايثرنت. الايثرنت شو يستخدم؟ يستخدم اكسس ان اكسس ميثود اللي هي الايثرنت اللي هو شنو اللان، اللان اللي موجود بالكمبيوتر هذا الفيشه مال الار جي 45 تشكل بي اللي هو البورت مال الانترنت اللي موجود باي كمبيوتر هذا نسميه ايثرنت. شو يستخدم؟ يستخدم اكسس ميثود. هاي الاكسس ميثود شو نسميها؟ نسميها سي اس ام اي سي دي اللي شو معناها سي اس ام اي سي دي اللي هي معناها كارير سينس ملتيبل اكسس كوليجن ديتكشن تو اكسس ذا ميديا عمود شنو هنا عمود يوصل ايميل للميديا وين ايثرنت اوبريت ان شير ميديا ان اكسس ميثود ديترماين هاو هوست ويل بي بليس داتا اون ذا ميديا اللي هو راح شنو هنا الاكسس ميثود راح تحدد لي شلون الهوست او شلون الكمبيوتر راح يضيف لي او يضيف او يوضع البيانات على من على الميديا فهذا اللي نقصد به النتورك. طبعا هاي مهمه هاي ناخذ ليش تشوفونه حكي هواي بس هو اللي اريده من عندكم فقط تفهموها بانه مش يشمل الفكشنات مالته هذا شنو الفكشنات من اسئلك على النتورك اكسس لاير اللي موجود وين بالتي سي بي اي بي موديل. احنا عندنا تو موديلز اللي هو او اس اي موديل والتي سي بي اي بي موديل. او اس اي موديل يتضمن 7 ليارات، التي سي بي اي بي موديل يتضمن شنو 4 ليارات. فاللير الاول بالتي سي بي اي بي موديل شو يتضمن لي شنو الفكشن مالته؟ تقول لي الفكشن مالته اللي هن نفس الفكشنات مال الديتا لينك لاير والفيزيكال لاير الموجودات وين بالاو اس اي. بعد شنو اللي هو الكوميونيكيشن بتوين فيزيكال انترفيس اكور ات ذس لاير، الاتصال بين الفيزيكال كومبوننت اوف ذا نتورك يعني بين اجهزه النتورك الاتصال وين يصير بهذا اللاير. بعد بانه النتورك اكسس لاير شنو يعرف لي شو يعطيني؟ يعطيني الديتيلز اوف شلون الداتا شلون هاي البيانات راح ترسل بصوره اللي فيزيكالي شلون راح ترسل فيزيكال بيانات ثرو عبر النتورك اللي هو شو تضمن؟ تضمن شلون البتات راح تتحول الى اشارات بواسطه اجهزه الهاردوير بواسطه اجهزه النتورك اللي هي راح تكون انترفيس دايركتلي بصوره مباشره ويا من النتورك ميديا. كمثال عليه هنا اللي هن شنو ذن الهاردوير اللي هو الكوكسيل كيبل الاوبتيكال فاير بار تويستد بير تيبل. وكمثال على هذا اللاير اللي هو الايثرنت، الايثرنت اللي هو المودم اللي هو موجود بالكمبيوتر اللي هو اللان نفسه، التوكن رينج، الاي تي ام، الاف دي دي اي، الاكس بوينت 25، الفريم ريلي. واضح طلابنا؟ فهذه بالنسبه لمن بهذا اللاير. لحد هنا أنا راح نتوقف نكمل بمحاضره اخرى باقي مواضيع الفوندمنتال اوف نتورك اللي هو الخاصة بمادتنا مادة النتورك. فاللي يريد من عندكم طلابنا بأن تقرون هاي المحاضرات وأي سؤال أو استفسار حول المحاضرة أنا راح أكون موجود بالميت يوم الأربعاء بوقت المحاضرة. فأي استفسار حضروها بنسجلهم على شكل نقاط على مود نتناقش فيهن بوقت المحاضرة. شكرا لكم طلابنا أعزائي.